ولو خلصني يعني اتكلم يا باشا، يعني الدنيا هنا امان؟ هتخلص ولا ارميك في الشارع؟ اتكلم يا باشا اتكلم يا باشا، انا عندي معلومات على علي ابن راجي باشا. معلومات ايه؟ يا باشا لا مؤاخذة، دي معلومات تساوي تقولها ذهب وما تتقالش كده. ما تتقال ازاي روح امك؟ غير ما تتعصب يا باشا، معلومات تسوى تقولها ذهب، تستاهل كتير. يا باشا انا راجل غلبان، وانا لا مؤاخذة لو قلت لك كل المعلومات دي صليتي ومليتي، انا هستفيد ايه؟ انا راجل اعرج بجري على عيل يتيم، نفسي اسيب له قرشين يسند عليهم. تبطل حوارات وتجيب من الاخر. والله العظيم والنعمة الشريفة ما بحور عليك يا باشا. وبعدين لا مؤاخذة يعني، وزينها كده وخد ودي مع نفسك، وانا مطرحي ما يتوهش. انا جيت لك انت الاول، بدل ما اروح لراجي بيه ولا الست هاني. اسمع اسمع كويس، حسك عينك تروح لراجي بيه او حد من عيلته والا هكسر لك رجلك، فاهم؟ حاضر يا باشا حاضر. يلا استنيك يا باشا ما تتأخرش. يلا غور. جوابني، ابوك الزفت كان معايا دلوقتي، الاهطل كان بيساومني. اسمع، انا لغاية دلوقتي ما عملتش حاجة معاه، بس انا صبري قليل، خليه يبعد عن طريقنا احسن لك واحسن له، فاهم؟